إسرائيل وجهت ضربات عنيفة للغاية صباح هذا اليوم على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهذا الاستهداف جاء في العمق السوري. تحدثت عن تفاصيل هذه المسألة وكالة سانا السورية بالإضافة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان والبي بي سي البريطانية، وكانت هذه اللحظة الأولى للاستهداف الذي جاء صباح هذا اليوم. الاستهداف طال العاصمة السورية دمشق، إحدى المباني وسط العاصمة السورية هي التي كانت هدفا. وعادة إسرائيل عندما تقوم بمثل هذه الاستهدافات تستخدم الطائرات الحربية الخاصة بها فوق الجولان، وبعدها تقوم بمثل هذه الاستهدافات. ولكن القصة كانت مختلفة هذه المرة، لأن المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري أو حتى المنظومات الرادارية كلها لم تعمل نهائيا نهائياً، ولم يتم رصد شيء أبدا، ولم يسمع أحدا أي طائرة من المناطق القريبة من هذه أو من الجولان أو مرتفعات الجولان، لم يسمع أحد شيئا نهائيا. وفجأة جاء الانفجار مفاجئا لأهالي العاصمة السورية دمشق، وهذا كله يرشح بأننا أمام هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية هي التي حققت هذه الضربة. طبعا الضربة أدت في نهاية المطاف إلى مقتل 3 أشخاص، أحد هؤلاء الأشخاص هو شخص مدني سوري، ولكن الشخصين الآخرين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هو ليس من المواطنين السوريين، وبالتالي ذهبت الترجيحات من قبل المرصد السوري بأن يكون هذان الشخصان هما من إيران على سبيل المثال، أو من المستشارين الإيرانيين، أو من حزب الله اللبناني، أو حتى من القيادات الخاصة بالفصائل الفلسطينية. ولكن الترشيحات تذهب إلى حزب الله اللبناني أو المستشارين الإيرانيين. والمثير أن الأوساط الإيرانية قالت ببساطة أنه لم يكن هنالك أي مستشار إيراني أو شخص يحمل الجنسية الإيرانية قد قتل جراء هذه الضربة. وهذا هو الذي يرشح بأننا أمام عناصر من حزب الله اللبناني هم الذين كانوا هدفا من قبل الجانب الإسرائيلي. والأمر أصبح أكثر وضوحا مع المقاطع المصورة لطبيعة المبنى الذي استهدف. هذه كانت اللقطات الأولى التي وضحت هذا المبنى وكيف أنه استهدف وطبيعة الأضرار وما حول هذا المبنى من مباني. وسنلاحظ أيضا بأننا أمام عدد من العلامات التي ستدلنا على طبيعة هذا الموقع، ونلاحظ بأننا أمام باصات واضحة جدا هنا، عدد من الباصات، وهذا يوضح بأننا قد نكون أمام موقف للباصات هنا المتوقفة في هذه المنطقة. وأيضا تلاحظ بأننا أمام أيضا ألواح للطاقة الشمسية على هذا المبنى، تصميم مميز مع لهذا المبنى إلى اليمين. وستلاحظ أن عملية الاستهداف جاءت هنا على نقطة معينة من هذا المبنى. المسألة مثل الضربة الجراحية جاءت بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ولاحظ هنا بالشقة عندما تأتي لحساب أي طابق، 1، 2، 3، الطابق الرابع هو الذي كان مستهدفا. تلاحظ بين هذا المبنى والمبنى إلى الشمال الذي نرى أن هنالك نوع من المسافة، وكذلك تصميم معماري بارز في هذه النقطة جنب المبنى المستهدف الذي نراه هنا. وطبعا هنالك أيضا علامات أخرى واضحة هي أن هنالك شارعا فرعيا بجانب هذا المبنى الذي نركز عليه الآن ونتحدث عنه. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك 3 مباني خلف المبنى المستهدف تأتي بالتدريج، 1، 2، 3، شارع على ما يبدو فاصل حتى نصل إلى المبنى المستهدف الذي ذكرناه هنا. بالتالي مع كل هذه العلامات ومع الأخذ بالمعلومات المهمة بأن هذا الاستهداف جاء في منطقة كفر سوسة في المربع الأمني هناك، ودعونا نتجه إلى العاصمة السورية دمشق بسرعة لكي نلقي نظرة على كل العلامات التي رأيناها. سنلاحظ فعلا بأن كفر سوسة في حقيقة الأمر هي تأتي بالقرب من المزة، هذه المزة وهذا هو مطار المزة العسكري. وطبعا كفر سوسة تأتي تقريبا بهذا الشكل، لا بأس بها، حجم كبير للغاية لهذا الحي. وأيضا أن النقطة التي استهدفت كانت هنا في المربع الأمني. لنقترب من هذه المنطقة تحديدا، والحديث هنا بأن الاستهداف كان قريبا من المدرسة الإيرانية الموجودة في كفر سوسة. هذا هو المربع طبعا الأمني الذي دائما ما تأتي فيه الكثير من الحوادث والاستهدافات، وهذه هي النقطة التي طبعا تم الحديث عنها بأن المدرسة الإيرانية، هذه هي المدرسة الإيرانية، وبالتالي بالقرب من المدرسة الإيرانية سنلاحظ 3 مباني المتدرجة بهذا الشكل. ونلاحظ
تلاحظ أن هنالك فعلا شارعا هنا أو مسافة، وهذا يوضح بأننا هذا هو المبنى، هذا هو المبنى على ما يبدو هو الذي استهدف من خلال استنتاج كل هذه العلامات التي تحدثت عنها الأوساط السورية وما هو قادم من التصوير لهذا المقطع الذي رأيناه قبل قليل. وعلى هذا الأساس نرى بأننا أمام علامات متطابقة، ترى الباصات طبعا هنا واضحة أمامك، وهذا يؤكد مسألة مهمة أننا أمام نفس المنطقة، الشارع الفرعي، التصميم المعماري بالاتجاه أو بالجهة اليمين من هذا المبنى، الواحد طاقة الشمسية واضحة، والشارع الفرعي والمبنى الذي يأتي بارزا هنا بجانب المبنى المستهدف، وهذا التصميم البارز كما نلاحظ. وبالتالي 1 2 3 هذه هي بالضبط الشقة التي استهدفت وضربت بشكل دقيق، ولو لاحظنا الضربة كانت ضربة دقيقة للغاية وبأنها أدت في نهاية المطاف إلى دمار الشقة بالكامل، وواضح جدا بأن ليس هنالك أي انهيار للمبنى، هنالك الكثير من الشقق بحالة جيدة. وبالتالي هذا كله يعطي فكرة بأننا لسنا أمام استهداف عادي، وبأن إسرائيل كانت تبحث عن شخص معين واستهدفته بهذه الشقة تحديدا. ولاحظ كيف أن الدمار يأتي كبيرا بهذه الشقة، كل شيء دمر في هذه النقطة، وهذا الأمر وهذا الاستهداف يشبه تماما ما جرى بداية هذا العام لصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت في الضاحية الجنوبية، استهدف بنفس الطريقة. تلاحظ الاستهداف دمر الشقة بالكامل وأدى إلى العديد من القتلى بما فيهم صالح العاروري الذي اختلفت عنه المصادر إذا ما كان بهذا المبنى أو كان ينزل أو كان يتجه مباشرة إلى عربته أو سيارته، وبعد ذلك تم الاستهداف مرة أخرى بالطائرة المسيرة. لكن تلاحظ هي نفس الطريقة، المبنى لم ينهار، الكثير من الشقق الموجودة لم تتضرر، ولم يقتل المدنيين بشكل عام في هذه المنطقة، وأن قتل مدني أو مدنيين ولكن لن يقتل الجميع ممن هم موجودين في هذا المبنى. وبالتالي تبدو الأمور متشابهة تماما، العاروري قتل بطائرة مسيرة إسرائيلية، ويبدو بأننا أمام طائرة إسرائيلية مسيرة هي التي نفذت هذه العملية التي نتحدث عنها اليوم. وهذه المنطقة ليست غريبة كما تحدثنا عن مثل هذه العمليات، على سبيل المثال في 19 من فبراير من العام الماضي كان هنالك استهدافا لهذا المبنى، حيث كان هنالك من المفترض اجتماعا كما تحدثت بعض المصادر للحرس الثورية الإيرانية أو للفصائل المسلحة المقربة من إيران أيضا في هذا المبنى، ولكنهم خرجوا في اللحظة الأخيرة وجاء الاستهداف بالطائرات الحربية. هذه هي المدرسة الإيرانية مرة أخرى، وبأن أيضا في عام 2008 في فبراير كان هنالك استهدافا خطيرا في هذه الساحة، لمن؟ لعماد مغنية وهو أحد أهم القيادات في حزب الله اللبناني، أيضا قتل في نفس هذه المنطقة. وها نحن نتحدث عن الاستهداف الذي جاء تجاه هذا المبنى، وبالتالي قد نكون أمام قيادات بارزة في حزب الله اللبناني أو عناصر استخبارية أو غيرها أو من خبراء الطائرات المسيرة. ليس واضحا هذا الأمر حتى هذه اللحظة، ولكن واضح بأننا أمام عناصر ليست بالعادية أبدا هي التي استهدفت. المثير أن بعد ساعات من هذا الاستهداف كان هنالك استهداف آخر من قبل الجانب الإسرائيلي الذي قامت إسرائيل من خلاله ليس فقط استهداف المبنى الذي تحدثنا عنه، وإنما استهدفت أيضا منطقة الدماس إلى غرب العاصمة السورية دمشق. واضح جدا أن إسرائيل هنا تضغط كثيرا على حزب الله اللبناني وعلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وتضغط كذلك على حزب الله اللبناني بشكل كبير وبشكل تصعيدي يوما بعد يوم، وذلك لأن إسرائيل تضع في حساباتها بأن حزب الله اللبناني من لبنان من الجنوب اللبناني أو حتى الجبهة السورية قد تصعد بشكل كبير على العمق السوري أو على العمق الإسرائيلي عفوا، وذلك لسبب مهم، لأن إسرائيل تخطط للتقدم مباشرة للسيطرة على رفح في الفترة القادمة، وتضع بحساباتها بأنها يجب أن تبقي هذه الجبهات تحت النار وتحت الضغط ليعرف الجميع بأن إسرائيل تستطيع من القيام أو تحقيق الكثير من الدمار إذا ما حاولت هذه الأطراف التفكير بالضغط على العمق الإسرائيلي. وبالتالي هي تعلم تماما هي بحاجة إلى الكثير من الردع قبل التقدم مباشرة إلى رفح، والتقدم إلى رفح يبدو بأنه قادم لا محالة، كما هو واضح من بني غانتس وهو عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الذي تحدث في الأيام القليلة الماضية عن أن سيكون هنالك هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة بحلول رمضان إذا لم تفرج حماس
عن الرهائن. وليس هذا فحسب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في 24 ساعة الماضية صوتت بالفيتو على قرار جزائري لإيقاف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي. أتحدث عن إيقاف إطلاق النار في غزة وبشكل فوري طرح في مجلس الأمن الدولي، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية صوتت بالفيتو، أي أن الحرب مستمرة ولن تتوقف، والأسابيع والأيام القادمة هي ليست بالأيام العادية أبدا. وإسرائيل تبدو بأنها محقة في مسألة النظر إلى أن هذه الجبهات ممكن أن تتصاعد فيها الأمور على العمق الإسرائيلي، خاصة مما نراه على سبيل المثال من جماعة الحوثي في اليمن. جماعة الحوثي تصعب بشكل غير مسبوق أبدا. بيان جديد صادر من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، بالإضافة إلى تفاصيل من شركة الأمن البحرية البريطانية أمبري، وكذلك أيضا القيادة المركزية الأمريكية تحدثوا عن حوادث جديدة واستهدافات جديدة. جماعة الحوثي تحدثت بأنها استهدفت هذه المرة سفينة إسرائيلية وهي MSC سيلفر. وكالة رويترز كانت قد تحدثت بأن هذه السفينة في حقيقة الأمر، ونقلتها عبر مذكرة أمبري الاستشارية، قالت بأن ثبت أن الشركة المشغلة للسفينة التي نتحدث عنها هي متعاونة مع شركة زم، وكانت على اتصال دائم بالموانئ الإسرائيلية. وشركة زم هي شركة إسرائيلية ومقرها في إسرائيل، وبالتالي جماعة الحوثي على هذا الأساس اعتبرت هذه السفينة سفينة إسرائيلية. وهذه السفينة كانت متجهة من سريلانكا مباشرة إلى الصومال، يعني ببساطة هذه السفينة كانت قادمة بهذا الاتجاه إلى الصومال في خليج عدن. وجماعة الحوثي كانت تراقب طبعا هذه السفينة واستهدفتها بالصواريخ البحرية المضادة للسفن، وليس واضحا إذا ما أصابوا هذه السفينة، ولكنه كان استهدافا قادما من جماعة الحوثي، وقادما بعد ساعات، بعد ما يقارب 12 ساعة فقط من قيام جماعة الحوثي من استهداف سفينتين أمريكيتين هنا في خليج عدن، وكذلك قبل هذه السفن الأمريكية أيضا في 72 ساعة الماضية. كل هذا حدث، أغرقوا سفينة أيضا بريطانية وهي روبي مار، وأسقطوا أيضا MQ-9 ريبر الأمريكية فوق الحديدة. لا بل إن هذه التقارير الجديدة تحدثت بأن المدمرات الأمريكية بما فيها USS لبون كانت قد تعرضت إلى هجوم من قبل جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة. نتحدث عن 10 طائرات مسيرة حاولت استهداف البحرية أو المدمرات الأمريكية من ضمن حارس الازدهار من أجل الضغط عليها أو تحقيق أي ضربة في هذه المنطقة. لاحظ جماعة الحوثي في 72 ساعة حققت كل هذه الضربات والاستهدافات في هذه المنطقة. ببساطة هي لا زالت تحكم قبضتها وحصارها على مضيق باب المندب. بالتالي جماعة الحوثي كلما اقترب الوقت من رمضان وليست هنالك أي هدنة في قطاع غزة فهي تصعد بشكل أكبر وأكبر. لا بل أنهم حتى أكدوا، يجب أن لا ننسى هذه المسألة، بأنهم عادوا لاستهداف أيضا إسرائيل إيلات، ميناء إيلات، بعدد من الطائرات المسيرة. طبعا ليس واضحا كم من هذه الطائرات وصلت حتى هذه اللحظة، يبدو بأنها لم تصل، ولكنهم أطلقوا بعض الطائرات مباشرة باتجاه إيلات. بالتالي جماعة الحوثي على كل شيء، مرشح أن الأمور تتصاعد في الفترة القادمة، وهذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من الجانب الإسرائيلي صباح هذا اليوم، وما قد نراه أيضا من الجانب الإسرائيلي في الفترة القادمة، إن كان على العمق السوري أو إن كان على جنوب لبنان الذي يشهد أيضا الكثير من الضربات الكبيرة للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي.